ابن عبد الله انصاري عن فاطمه الزهراء صلوات الله على محمد عليها سلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أن قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال سلام عليك يا فاطمة الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له زوك بالله يا أبتا من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء يماني فغطني بهم فأتيت بالكساء يماني فغطيت بهم وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالا كأنه بدر في ليلة التمام وكمال فما كانت إلا ساعة وإذا بوالد الحسن صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعلى محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرد عيني وسمرد فواد فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك أوتى الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك أوتى الكساء قال وإليك السلام يا ولدي ويا صاحب عظيم قد أذنت لك ودخل موتى الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين صلوات الله صلى الله عليه محمد وعجل فضل قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرد فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رؤيا طيبة كأنها رأيت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختار الله تأذنني أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله صل على محمد وعلى محمد عجل فرج وعلى محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة وإني أشم عندك رؤيا طيبة كأنها رؤيا أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء وأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك ودخل لي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبدا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبي رسول الله بطرف الكساء وهم بيد يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لمو لمي ودمو دمي ولمني مايوم ويادني مايوم من أحرب لمن حرب وسلم لمن سلم ويدو لمن آدم ومحب لمن أحب إنهم مني وعن آمن وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعظم عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا عجل فرج فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء وقال أمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم آل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة اللهم
صلوا على وابوا وبالوا وبنوا. فقال جبريل يا ربي اتعذرني ان اعبد الى الارض ليكون معهم صاد. وقال قال الله نعم قد اذنت لك وعبد امين جم. وقال السلام عليك يا رسول الله العلي على يقرؤك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبنيات ولا عرضا مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيد ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري الله لعجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فالتعذني يا رسول الله. وقال رسول الله وإليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لي أبي أن الله قد وعيك وإليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجسكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. عجل فرج. فقال لي ابي يا رسول الله اخبر لي ما لجلوسنا هذا تعطى الكتاب من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه واله صلى الله عليه واله والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني بالرساله نجي ما ذكر خبرنا هذا فيما في من معافل على الارض وفي جمع من شيعتنا ومهيبينا الا ونزلت لحم الرحم لحم الرحمه وفات بهم الملائكه واستغفرت لهم الا ان يدفع. فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبه محمد وعلى محمد. فقال ابي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرساله ناجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل العرض وفي جمع من شيعتنا ومهيبينا وفي محمو الا وفرج الله هم ولا مغمور الا وكشف الله غم ولا طالب حاجه الا وقاضي الله حاجات. وقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وصعقا وصعدنا وكذلك شيعتنا فاز وصعد في الدنيا والاخره ورب الكعبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزق طوعا وتمتع فيها طويلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئة إنك قاضي الحاجات إنك ولي الحسنات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة حضرت شاگرد اور حضرت باب جلے دربار ستے پین میرا اللہ میاں حسنین شاہ مرحوم کو میرا اللہ بنا دے فاتح ثواب حدیث کسی حدیث کسا دا ثواب نصیب تھی میرا مالا جلے جلے جہاں کچھ کر گئے میرا مالک میرا اللہ پاکستان کو بھی ہر قسم دے مشکلات کو کٹ میرا اللہ پاکستان چھیک دار سے نواز میرا اللہ جو جو احباب بیٹھے دلی مرادیں لیں کہ سب کی پوری کر جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے مالک سب کو حج و زیارات کرا خدا وندا صدقہ محمد وال جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابیوں سے ہم کنار کر میرا اللہ صدقہ محمد وال محمد جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں کو رہائی عطا کر میرا مالک میرا اللہ جنہیں بچیاں دے پیپر دیتے ودین جاب جو ایسے اپلائی کیتی ودین خدا وندا سب کو نوکریاں سے دلوا
میرا مالک. ہمارے آخری دعا میرا مالک ہمارے صاحب زمانہ کے جو ہے دنیا میں یا شاہی ہو ہم دیکھے اور سرکار کی زیارت نصیب ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد وعجل فرجہ.